شو ذاكر اوف ايوه اتعزف اتهمس فضول العربية لغتك الأولى مش كده؟ والفرنساوي كمان وليه مش الإنجليزي؟ عشان اتربيت في المغرب لكن مكتوب عندي إنك من مصر الموضوع ده ليه قصة طويلة عارفها؟ عارفها؟ دي أول حاجة لازم تتعلمها هنا موشي قبل ما تحط رجلك في إسرائيل بنكون عارفين عنك كل حاجة لأن مفيش أي حاجة بتستخبى عننا في البداية هيحاولوا يبهروك هيتعاملوا معاك كأنهم عارفين عنك كل شيء في نفس الوقت اللي ما عرفوش عنك غير اللي جمعوه تحرياتهم التحريات اللي كلمينا ايه طويلة فيها طب وفي الحالة دي اعمل ايه؟ ولا حاجة تصرف بشكل طبيعي بانفعالات بسيطة المهم ما تنساش حقيقة مهمة قوي ايه هي؟ انك موسى زكي رافع مظبوط كل اللي قلته مطابق فعلا اللي عندنا واضح ان في توصيه خاصه عشانك من الوكاله اليهوديه في اتينا يعني كده خلاص قول لي موشي انت سبت مصر من امتى حوالي 3 شهور وايه اخر حاجه لاحظتها هناك عن ايه عن كل حاجه عن الناس عن النظام عن الحاله المعنويه للناس حتى عن توفر المواد التموينيه كل حاجه موشي كل حاجه كلهم الحقيقه كلها ما تخبيش عنهم حاجة ده في الغالب بيكون اختبار لازم تنجح فيها موسى لازم احكي لك كل حاجة امرك جنرال ايه علاقتك يا ايزاك بهايدي سيادتك امرتني اني اكل سمعتني ولا لا بقول لك ايه علاقتك بهايدي ايه اللي حصل جنرال جاوب على سؤالي علاقة حب جنرال ده اللي توقعته اقسم لك يا جنرال ان انا عمري حب خلك تخون عملك تخوني انا جنرال ما تحاولش تدافع عن نفسك لان جماعة التحريات ومعايا الادلة الكافية انت اللي كنت مسؤول عن امن الفيلا لما كانت هايدي بتهرب مقالاتها انت اللي كنت بتودي المقالات الجريدة الحقيرة دي انت ازاك انت اللي كنت بتنقل اسرار سنة الهايدي رغم انك عارف ده معناه ايه جنرال انا عمري ما تحاولش انك انت تدافع عن نفسك تحاولني للمحاكمة جنرال لا يا ازاك محاكمة يعني خطأ وتقصير وفضيحة لا يا ازاك عندي حل تاني شكرا موشي في الواقع انك اتعاونت معانا بشكل ممتاز الاوراق اللي عندي بتقول ان في وظيفه منتظراك في دار شوشانا للنشر يا ريت واضح ان في توصيه خاصه جدا عشانك انك مش هتبتدي حياتك في كيبورد زي الباقيين ده من حسن حظي قدامك 48 ساعة تدبر فيها امورك تستلم فيها شغلك ولازم تعرفنا المكان اللي انت هتقيم فيه انا معايا عنوان كان يقول الكابتن صدوق عشان الاقامة عظيم المهم انك تبلغنا باي مكان تروح فيه قبل ما تسيب العنوان ده مفهوم؟ مفهوم تفضل اسمه ايه ده؟ موشي رافي موشي رافي استنى عندك الحقيقة انا مش فاهم حاجة انت مش قلتولي ان كل اوراقي سليمه هتستلم شغلك امتى لو ينفع استلمه بكره هستلمه بكره لا يعني ايه يعني اول ما تستقر تسافر فورا على تل ابيب تقابل صاحب الكارت ده
في العنوان اللي مكتوب عليه. اسأل عن جاكوب أهرون، مفهوم؟ كده خلاص؟ لا، لسه حاجة واحدة. ودلوقتي هتحلفوا قسم الولاء لدولة إسرائيل، هتحلفوا إن ولاءكم الوحيد لإسرائيل ونظام إسرائيل وطموحات إسرائيل وأهداف إسرائيل. أحلف بسماها وبطرفها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبطرفها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالله. والله برافو عليك يا حليم، من يوم النكسة وهو ما بيبتديش أي حفلة إلا بالحتة دي، بقت لازمة. جبرت مونة؟ مونة بس، أنت مين؟ موسى، موسى رافع، من طرف. عارفة، صدوق، ادخل. الحقيقة أنا دخت لحد ما لقيت العنوان. هتدفع 150 شيكل في الشهر، نصهم مقدم. هتخدم نفسك بنفسك، أنا مش خدامة، مفهوم؟ مفهوم. مفيش أكل في الأوضة إلا لو اشتريت الأكل من عندي. الوجبة بخمسة شيكل من غير لحوم عشان الكوليسترول. مفهوم. المقدم هتاخد الباقي بعدين. حل مش حل، دي مش شغلتي. انا ما قلتلكش تروح تعمل فيها ابو علي وتشتري شبكه لخطيبتك. انا لقيتك مزنوق قلت اعمل معاك واجب واديتك الفلوس، ودلوقتي بقى انا عايز فلوسي وعلى داير مليم. منين يا عنتر؟ انت عارف انا لا اقدر اطلب من ابويا ولا من الحاج شكري اي مليم احمر بعد الخساره اللي خسروها في الوكاله بتاعت اسكندريه. ده انا حتى ابويا محرج عليا قعدت بالمحل بعد ما رفضوا دخلوني الحربيه. وانت يعني ما لقيتش غير الحربيه دي؟ انت بالذات ما تتكلمش في الموضوع ده خالص، انت عارف ان انت السبب في انهم ما يقبلونيش. انا رفعت راسي يا ابن اللواء، بقى انا عنتر الغلبان اللي كنتوا بتدخلوه معاكم النادي شفا، امنعك انت ابن اللواء من دخول الحربيه. قولوا الموضوع الزفت بتاع سرقه العربيه ده كانوا قبلوني، فاكره ولا نسيته؟ انا افتكر ايه ولا ايه بقى، انا كل اللي انا فاكره الفلوس اللي سيادتك مديون بيها ليا، واللي هفضحك بيها فضحت القطط لو ما رجعتها ليش الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي؟ مستحيل طبعا. مستحيل مش مستحيل، يا الفلوس يا الفضيحة. ماشي يا ابن اللواء. مش قادرة أقدم رفيف، مش قادرة سانتي، أنا خلاص الأحوال هنا بقت صعبة قوي، وأنا أعصابي ما بقتش متحملة. أنا خلاص ناوية أبيع البار بتاعي وأرجع عايش في نابولي. للدرجة دي رولا؟ أنا الحقيقة شايفة البار ناجح جدا وكل المشاهير ده اللي قريب من زمانه، إزاي تسيبيه وترجعي تعيشي في نابولي؟ هي عايزة تسيبي إسرائيل بعد ما كبرت وتوسعت بالشكل ده؟ كبرت وتوسعت آه، لكن لسه الأحوال فيها مضطربة متوترة، وجنرالاتها خلاص كبروا وبقوا نجوم وأصحاب سلطة ونفوذ. طب وده مضايقك في إيه؟ لأن باري بقى ملعب ليهم، كل صفقاتهم النظيفة واللي من تحت لتحت بيعملوها هنا برضو. أيوة بس ده بيكسبك كتير يا رولا. وبيعرفني كتير، وفي يوم من الأيام الناس دي مش هتسيب أي حد يعرف عنها أي حاجة، وساعتها رولا المسكينة هتعمل إيه لو حبت تتكلم قدام الناس دي؟ تفتكر هيسكتوها إزاي؟ رولا تفتكري لو روحتي نابولي هتبعدي عنه؟ نابولي دي هتكون أول محطة، بعد كده هاخد القرشين اللي هبيع بيهم البار وروح بلد تانية محدش يعرف يجيبني منها ابدا. مكبرة الموضوع قوي رولا. انا كمان شايفه كده. صدقوني انتوا مش حاسين باللي بيحصل تحت سطح اسرائيل. عايزين نصيحتي، اعملوا زيي، اهربوا. يعني ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ طب اعمل ايه يا سلام؟ انا كنت خلاص على اخر دقيقه كنت هتنقل اسكندريه لولا الراجل مدير الاداره حط اسمي بنقطه بدل اسمي.
ده حتى عصمع. انا ماليش دعوه بعصام ولا بغيره، انا مش ممكن اسيب اسكندريه اروح اعيش في بني سويف بقى بعد اسكندريه والهوا والبحر. بني سويف مره واحده؟ مالها بني سويف؟ دي بني سويف دي حلوه خالص، حلوه جدا، بس انت لو تفكري. لا ما بفكرش، انا مش هسيب اسكندريه، مش هسيب اسكندريه. ثانيا، انت ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي انك كنت وعدني بحاجه وخليت بيا، يعني خدعتني. انا خدعتك؟ ايه الكلام ده؟ وانا كنت اعرف يعني اللي هيحصل ده؟ بابا كان شارد عليك من الاول ان انا هعيش في اسكندريه وانت وافقت. وخلاص الظروف اتغيرت، يبقى الاتفاق كمان اتغير. بحبك يا هايدي، بحبك. وانا كمان بحبك يا ايزاك. دلوقتي بس اتأكدت اني بحبك قوي، هقولها لك اول ما تيجي، المرة دي هقولها لك. مش هيجي. انت امال فين ايزاك؟ قلتلك يا مدمازيل هايدي مش هيجي. مدام رولا، مدام اقعدي. مدام رولا والبار في الحقيقة انه اتباع من اول امبارح وبقاله مالك جديد. انت عايز مني ايه يا حنين؟ وقصدك ايه ان ايزاك مش هيجي؟ حقيقة ما عنديش صلاحية ان انا اجاوبك على السؤال ده. امال اسأل مين؟ فين ايزاك جنرال؟ اخر حاجة كنت اتوقعها ان بنتي ودراعي اليمين يخونوني يتأمروا عليا. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ والسخيف لما فقدت ثقة بنتي الوحيدة وديتها لايزاك المساعد بتاعي، ما كنتش متصور ابدا انه هيبقى شوكة في ظهري. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ شنرال ثمن غالي، غالي قوي. برافو جنرال، برافو قوي. مذبحة جديدة نفذتها بمنتهى المهارة والوحشية، مذبحة جديدة تضيفها لتاريخك الطويل، بس للأسف مفيش حد شافها أو حيعرفها عشان يديك وسام قذر جديد. اتجننت يا بنت؟ أنا فعلا اتجننت. جننت لما تصورت ان ممكن الشفقة تدخل في قلب معرفش غير النار والدم طول عمره. جننت لما فكرت ان اهدك او اريحك ولو للحظة واحدة. دي مش مسألة شخصية، ده شغل. انا لا يمكن اسمح بوجود ثغرة في جدار الامن. ثغرة ايه وامن ايه؟ كل حاجة بالنسبة لك شغل شغل، حتى حياتي الشخصية ومشاعري شغل. ده شيء غير محتمل جنرال، غير محتمل خالص. استنى عندك يا بنت. هستنى ايه تاني؟ قولي. بحبك يا هايدي، بحبك. في المطبخ انا مش بحضر الاكل. اكل هو ده كل اللي شغلك؟ الاكل. استر يا رب. مالك يا طلبه؟ في ايه؟ ما فيش حاجه، شويه زهق. ليه بس كفالة الشر؟ في حد مضايقك في النادي؟ انا ما بقتش طايق النادي ده خالص، بقى مليان بشباب طايش ومستهتر، لا حاسس باللي جرى للبلد وانا داري باللي بتعمله علشان تقف على رجليها. معلش معذورين، بكره يعلوا ان شاء الله. بكره؟ بكره امتى؟ لازم يفوقوا، لازم يعرفوا ان في شباب بيفنوا نفسهم علشان وطنهم. طب اهدى بس، اهدى. انت مالك بس متعصب كده ليه؟ ما تهدى. قولي، ما فيش اخبار عن عمرو؟
عمري بخير يا كريمة، اطمني. امال ما بيبعتش جوابات ليه؟ ده انا قلبي متشحتف عليه حبة عين. قلت لك عمري بخير. ان شاء الله حيكون بخير. ايه؟ في ايه؟ انت هتقعد لي كده طول النهار في البيت؟ مش تروح تشوف شغلك؟ انا لسه واصل امبارح جفرت منى، بعدين هم قالوا لي لا، انا بحب اخد راحتي في بيتي، ما تقعدليش كده في البيت طول النهار. هي مش دي اوضتي؟ وده بيتي، انا حره فيه اعمل فيه النظام اللي يعجبني. لا مش هينفع كده. خلاص روح شوف لك حته تانية تبات فيها. هيحصل. والمقدم اللي انت دفعته مش هيرجع. ليه بقى؟ خلاص انصرف وما تبصليش بعينيك دول. خلاص خلاص جفرت منى، انا مسافر تل ابيب، ولما ارجع نبقى نتناقش في الموضوع ده. هتعمل ايه هناك؟ شغل. شغل ايه يعني؟ وانت مالك؟ عندك حق، ولما ترجع هنتناقش مع بعض. ايه المجنونه دي؟ دي جوابات اللي كتبها عمرو مش كده؟ ايوه يا حسن، ودي وقتها. عمرو ابتدى العمليه فعليا وبيواجه المجتمع الاسرائيلي دلوقتي لاول مره، في نفس الوقت اللي احنا بنواجه فيه مشكله تانية. بعثه عمرو انتهت رسميا، يعني لازم يكون فيه مبرر قوي منطقي قدام اهله عشان ما يرجعش دلوقتي. عشان كده يا فؤاد خليته يكتبها. فاضل جواب مهم قوي. جواب ايه تاني؟ جواب بتقول لهم فيه انك نجحت في البعثه نجاح ممتاز، وده خلى الروس يعرضوا عليك منحه مجانيه لدراسه الدكتوراه، انها فرصه ما تتسابش، هتغير مستقبلك كله. والدكتوراه دي هتاخد وقت قد ايه؟ ده يتوقف عليك انت. الدكتوراه هتخلص يوم ما تنتهي العملية، او انت تقرر عدم القدرة على الاستمرار. احنا عملنا حساب كل حاجة، كل مناسبة عمرو كاتب لها جواب بخط ايده عشان نبعته لأهله في الوقت المناسب. دلوقتي هوريك اهم جواب. الجواب ده حسن اهو، ده بمناسبة عرض الدكتوراه. طيب مفيش اخبار عن عمرو شخصيا؟ لا لا لسه، المرحلة دي مرحلة حساسة جدا، واي تصرف غريب ممكن يثير حواليه الشبهات. انا عايزه يبقى حر زيه زي اي يهودي بيواجه مجتمع مختلف، وانا كمان مش هحاول اعرف اخباره ولا اي معلومات عنه. طب يا فؤاد امتى يعني هتطمن على عمليه؟ في الوقت المناسب. في الوقت المناسب يا حسن. صرافة؟ ايوه اتفضل. شكرا. مو صرافة. غلط يا حبيبي، غلط. انت اسمك هنا موشي رافي. انسى بقى مصر ولهجة مصر. غلط يا خالد، غلط واكبر غلط كمان. ليه تخلي واحد زي عنتر ده يعمل كده فيك؟ عشان ايه؟ عشانك، عشان اقدر ارفع راسي قدامك وقدام اهلك. لما مامتك قالت لي مش هيبقى ليا اي حقوق عليك الا لما اقدم لك الشبكه، قررت اني لازم اقدم لك احلى شبكه في الدنيا. مش بالطريقه دي. ما كانش قدامي حل تاني. يبقى ما كانش ليها لازمه. وبعدين معاك يا ألفت، مالك بتكلميني كأني عيل صغير كده؟ أنا؟ أيوة أنتي، من ساعة ما خرجنا وكل حاجة بعملها مش عاجباكي، زي ما أكون عيل صغير. لا يا ألفت، أنا مش عيل، أنا راجل وراجل قوي كمان، وكلها كام سنة وهبقى مهندس قد الدنيا. أخص عليك يا خالد، أنا بتعامل معاك إن أنت عيل؟ طب يعني أنا هرضى إن حبيبي وخطيبي يبقى عيل؟ طب أنت يا سيدي راجل وسيد الرجالة كمان. أنا بقول كده بس عشان تفضل رافع راسك قدام الناس. طب والعمل يا ألفت؟ المبلغ كبير
ومش هقدر اجهزه في الميعاد المحدده عنتر، وظروف البيت والمحل مش مساعده. اسمع يا خالد، مفيش غير حل واحد. لا لا لا، ده مش حل يا عادل. يعني ايه تستقيل؟ خلاص الست سنايا هتمشيك على هواها من دلوقتي؟ خليك راجل وماشيها انت على هواك. مفيش حل تاني يا عصام، ابوها مصر انها تتجوز في اسكندريه. حاجه عجيبه قوي، يعني الراجل يعمل لي لارج في الخطوبه ويوافق انكم تعملوها في بيتك في مصر، وساعه الجد يقول لازم اسكندريه؟ ده ايه مخ من الاخبط ده؟ ما تنساش ان سنايا بنته الوحيده، وما تنساش انت كمان انك هتبقى راجلها وليك عليها حق الطاعه. عصام مش حكايه حقوق وواجبات يا عصام، انا بحبها. يغور ده حب يا اخي، يعني تبقى انت بتحبها وهي ما بتحبكش؟ مين قال كده؟ سنايا بتحبني. لو بتحبك صحيح كانت عاشت معاك في اي حته. اسمع مني انا، الست تروح مطرح ما يروح راجلها. انا مش فاهم يا اخي، يعني لو جالك نقل بعد الجواز مش هتروح معاك يعني ولا ايه؟ المسائل ما تجيش كده. ما تجيش غير كده يا عادل. لو عزه عملت كده هتسيبها؟ عزه عمرها ما تعمل كده. لو عملت، بص يا عادل، انا مش هدخل معاك في مناقشه عقيمه زي دي. انت حر اعمل اللي انت عايزه، وكويس كمان ان هسيبك لوحدك الاجازه دي عشان تفكر كده وتهدى وتراجع نفسك وتفوق. لا يا مشي، لا يا حبيبي، فوق بقى. احنا هنا خلاص في ارضنا، احنا هنا القوه الاغلبيه وهم القله الضعيفه، يعني لازم تمشي فارد طولك رافع راسك، مش زي مصر. انا في مصر كنت فارد طولي ورافع راسي. كلام فارغ، احنا كنا خايفين يا حبيبي مظهورين، كنا تحت عينيهم طول الوقت، انما هنا لا. ما علينا، المهم اني مبسوط اني شفتك يا عوض. جاكوب يا حبيبي، جاكوب يا موشي، هنا الاسماء بتتنطق بطريقه مختلفه ولازم تتعود عليها. احاول. ده ما قولي ازاي دخلت الشيمبيت ووصلت ازاي لوظيفه زي دي؟ لا لا لا، دي حدوته كبيره قوي يا حبيبي، عايزه قعده كده حلوه من قعدات زمان. يعني هنقعد قعده زي قعدات زمان يا عم؟ وبعدين بقى، مش قلنا جاكوب يا مشي؟ لا جاكوب. ورشيل اخبارها هي صحيحه؟ لسه رشيل ولا بقت جاكوب؟ دي هتفرح قوي لما هتشوفك. بس انا بقى مش عارف انت هتعرفها ولا لا، اصل البنت حلوة شويتين. أمانة النهاردة جايب لك حتة مفاجأة، هتبوسيني عليها. تبوسيني ده إيه؟ تبوسيه هو. موسى، مش معقول، وحشتني يا موسى، وحشتني قوي. وأنت كمان يا رشيل، ولا اسمك اتغير زي جاكوب؟ لا، أنا رشيل دايما، مش هتغير أبدا. اللي أنا شايفه غير كده. ده من بره بس وحياتك، عشان أجاري الجو هنا، انما من جوه لسه زي ما رشال بتاعت زمان. فاكرها؟ انا اقدر انساها؟ انا شايف بقى ان السهره النهارده هتبقى صباحي علشان نفتكر يعني ايام زمان. جاكوب روح انت. طبعا طبعا يا حبيبتي، ده شيء بديهي، انا بس كنت عايز مشيف حاجه. قلت روح يا يعقوب، انت عندك شغل من بدري. حاضر يا حبيبتي، حاضر. مشي انا هستناك بكره الصبح. بكره الصبح ايه؟ وقت ما تصحى يا حبيبي بقى عدي عليا في المكتب عشان نتكلم في الشغل. ما قلتليش، ايه رأيك بقى في شكلي الجديد؟ بيانات مشروع التعليم الجديد. بارد. سارة، ما سألتيش نفسك أنا ليه أصريت إنك تتنقلي معايا لجنة التعليم؟ عشان ده احسن عقاب ليكي، انك تفضلي كده قدامي ليل ويا نهار وانت عارفه ان انا كشفتك. جبايت فيرد، ما تفتكريش انك ممكن تخدعي سوناتا فيرد يا ساره. انا كشفتك من اول مره وكان ممكن افصلك، لكن انا فضلت انك تفضلي كده قدامي ليل ويا نهار عشان اراقبك، مش هخليكي تنامي لحظه واحده، وهخليكي دايما تسالي نفسك سؤال، يا ترى هتردلي الألم ده ازاي؟ فاهمة يا سارة؟ دلوقتي اتفضلي على مكتبك، بس ما تنسيش كلمة واحدة من اللي قلته لك. اتفضلي. هايدي، أهلا يا حبيبتي، اتفضلي.
انا اسفه ما كانش في حد بره. و معقوله يا هايدي؟ انت صاحبه مكان. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. مالك يا هايدي؟ انا محتاجه لك، انا محتاجه اتكلم معاكي شويه. انا تحت امرك يا حبيبتي اتكلمي. قولي يا هايدي، ايه سر العذاب اللي على وشك ده؟ انا حياتي بتنهار. ليه يا حبيبتي؟ ليه كده؟ لا يا هايدي، لا يا حبيبتي، لا اتكلمي يا هايدي، افتحي لي قلبك يا ماما. انا لا لا هايدي هايدي. زي ما انت متحفظ زي البنات البكر بالظبط. ايه جننت ريتشي؟ ده كلام ريتشي زي اختي يعقوب يا جاكوب. وما اقدرش اختك ايه بس وما تقدرش ايه؟ دي فرصة ما تتعوضش لمهاجر جديد زيك. فرصة؟ طبعا يا حبيبي فرصة، وفرصة كبيرة كمان، لان ريتشي دلوقتي من سيدات الاعمال الكبار قوي في اسرائيل، وارتباطك بيها هيدخلك المجتمع العالي في اسرائيل، مجتمع رجال الاعمال والسياسيين والسلطة. حد يلاقي بقى فرصة زي دي ويسيبها؟ احنا بنتكلم عن مين بالظبط؟ بنتكلم عن ريتشي، وعايزك تركز معايا. ريتشي اختك؟ ريتشي اصل انا حاسس انا بتكلم على حد تاني. لا يا حبيبي، ريتشي اختي، وركز كويس بقى في الموضوع ده وفكر فيه. انت عايز مني يا عقوب؟ قصدي يا جاكوب. كل يوم عدي عليا في المكتب وتعالى ونقعد نتكلم في كل حاجه الا الشغل. اه ده شغل برضو يا حبيبي. اه بمناسبه الشغل بقى، اكيد وظيفتي بتاعت دار النشر اللي في حيفا راحت، لان كان المفروض استلم الوظيفه في خلال اسبوع. حيفه ايه بس يا حبيبي؟ اللي زيك مستقبله هنا مش في حيفا. قصدك ايه؟ قصدي انك ترجع حيفا تروح تجيب حاجاتك اللي هناك. انت لازم تستقر هنا. الوظيفه؟ قلت لك سيبك من الكلام الفارغ ده، الفرص هنا اكبر بكتير قوي. ادخل. اتفضل. جواب غرامي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، دي معلومات امنيه عنك يا حبيبي. فين اوضه مشير رافي؟ هنا هنا. مش هتقولي برضو المعلومات دي فيها ايه اهو؟ يا حجاكو ما تشغلش بالك يا حبيبي، بكره هتعرف. براحتك. انت طبعا هتحضر افتتاح بريتشي مش كده؟ والشغل؟ وبعدين بقى، انا مش قلتلك تنسى موضوع الشغل في حيفا ده خالص؟ عندك شغل بداله هنا. ما قلتلك برضه موضوع رشيل؟ هو في غيره. طب وحياتك انت يا حبيبي، وحياتك عندي، لو ما كانتش ريتشي دي اختي انا ما كنت فوتت موضوع زي ده. وحياتك انت، انا مش هستغرب. طب يلا يلا يا حبيبي يلا، روح على حيفا وهات حاجاتك وتعال عليا. جاكوب، الوظيفه دي مهمه جدا بالنسبه لي، انا الفلوس اللي معايا خلاص. والوظيفه كمان خلاص يا حبيبي. يعني ايه؟ يعني انت ما روحتش تستلم الوظيفه في الميعاد، وكمان ما قدمتش اي عذر يبرر اللي حصل، فاكيد هم يعني عملتها يا يعقوب. جاكوب، جاكوب يا موشي. طب ليه؟ ليه؟ عشان مصلحتك يا حبيبي. ايه
بكره يا حبيبي هتعرف حجم الخدمه اللي انا عملتها لك قد ايه، وهيوفر عليك. يا حبيبي انت مهاجر جديد، في الظروف العاديه هتتمرمط حوالي 10 15 سنه لغايه لما تلاقي وظيفه محترمه وتقدر تستقر فيها. قمت انت بقى لغيت الوظيفه كلها من الاساس. بالعكس يا حبيبي، انا نقلتها لك من حيفا لتل ابيب، وهتقدر تستلمها اول ما ترجع. مش فاهم. بكره تفهم يا حبيبي. جاكوب، دي خدمه فعلا؟ طبعا يا حبيبي، طبعا خدمه، ده انت ليك دين في رقبتي. وبعدين ريتشي هي اللي امرت، عايزاك جنبها يا سيدي، وانا ما اقدرش اقولها لا. ادخل. طلب تطوير المناهج الجديده كبرت. خرجتي بدري ليه امبارح يا ساره؟ ابدا جيفرت، كنت مرهقه شويه. قولي لي يا ساره، فين الاوراق اللي كانت على مكتبي هنا امبارح؟ اوراق؟ اوراق ايه جيفرت؟ الاوراق الخاصه بمشاريع التعليم الجديده. انت مش عارفه ان الاوراق دي فيها سريه خاصه جدا، ازاي تختفي من على مكتبي بالبساطه دي؟ ازاي؟ جيفرت اقسم لك ما تقسميش، لاني مش هصدقك. الو، من فضلك انا عاوزه الامن الداخلي. جيفيرت ارجوكي ارجوكي. عشان تعرفي يا ساره ان انا بكلمه واحده ممكن ادمر مستقبلك كله واحطك في موقف يا ساره ما تقدريش تخرجي منه ابدا. لكن انا فعلا ما خدتش الاوراق. ما انا عارفه يا ساره انك ما خدتيش الاوراق. عارفه؟ ايوه عارفه يا ساره، لان الاوراق هنا في مكتبي. بس ده كان درس صغير ليكي، رسالة بوجهها لك. أي حركة بعد كده منك، أي غلطة زي الغلطة اللي عملتيها المرة اللي فاتت، هدمر مستقبلك، فاهمة؟ جيفرت أنت مصرة على مكتبك يا سارة. اديني فرصة بس. على مكتبك يا سارة. لا، ما بيكذبش، أنا فعلا طلبت منه كده. عايزك تبقى جنبي يا أخي، ده بقى يزعلك في إيه؟ برضو كان لازم تقولي لي يا رشيل، أنا مش لعبة بتلعبي بيها أنت وأخوكي. زي ما انت يا موسى ما تغيرتش خالص، تعرف انت الوحيد اللي لسه بتناديني باسمي. انت كمان برضو الوحيد اللي بتنادي لي باسمي. بتفكرني بمصر وبريحه مصر. انت بتحبي مصر يا رشا؟ لا، بس ساعات بحن الايامنا هناك وبقى نفسي ارجع يوم واحد منها. رشيل، في حاجه مش عارفه افهمها. ايه يا حبيبي؟ ازاي في وقت قليل، معلش يعني، بقيتي كده؟ لما ترجع من حيفا وبعد حفلة الافتتاح نبقى نقعد مع بعض كده واحكي لك كل حاجة، اتفقنا؟ مش من حقك يا سيادة اللواء، هو مبلغ صغير ولا كان مبلغ صغير؟ وبعدين مبلغ اتجرحنا فيه جامد قوي، وده متعرف حد كبير، ليه لا؟ ما اقدرش يا شكري، ما اقدرش. ما تقدرش ايه بس؟ هو مبلغ صغير، جنيه ولا اتنين، دول 20,000 جنيه تعبنا وشقانا، وبعدين احنا ذنبنا ايه؟ طلع جاسوس الراجل، احنا ذنبنا ايه؟ وبعدين تعالى هنا بقى، مش من حقك تتنازل على المبلغ او تنساه، ده حق مراتك واولادك. طب سيبنا فكر في الموضوع ده، وده عايز تفكير. في حاجه منى؟ مفيش ادون موشيل، مفيش. لازم تراجع نظام التأمين عشان تعرف إذا كان حد فتح في غيابك ولا لا. يعني أدور على شعراية مثلا؟ ده في الأفلام بس يا موسى. لو أي حد استخدم أسلوب زي ده ونظام التنظيف كشفه هيبقى ده قرينة ضده، معناها إن عنده حاجة يخاف عليها. عشان كده وسيلة التأمين لازم تبقى طبيعية جدا وسهلة بقدر الإمكان. Thank you.
شقه منى؟ سايبين حد يتابع هناك ولا لا؟ طب عظيم، عايز اعرف كل تحركاته من ساعه لما وصل حيفا لغايه لما هيرجع تل ابيب. مراقبه مستمره، عايز 3 دوريات، مفهوم؟ لما تشوف اخرتها معاك يا سيموشي. ايوه موجوده هنا. طب خليها تدخل. دي عايزه ايه دي رخره؟ اهلا 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 اهلا، ده ايه الزياره الجميله دي؟ اتضايقت اني جيت لك مكتبك؟ خالص بالعكس يا حبيبتي، انا بس مستغرب شويه، اصل مش متعود ان انت تزوريني في مكتبي، متعود ان انت دايما تطلبي طلباتك بالتليفون. فين ملف موسى؟ ملف موسى؟ يعني ايه يا حبيبتي؟ انت هتستعبط؟ يا حبيبتي ده مش محل جزارة ولا فرن عيش بلدي، ده شين بت امن اسرائيل الداخلي، ما ينفعش تيجي بالبساطة دي وتطلبي ملف سري. انا كده اتأكدت. من ايه يا حبيبتي؟ من ان موسى ليه ملف عندك. شيء طبيعي، ده مهاجر جديد ولازم نعرف عنه كل حاجة. لو مسيت شعرة واحدة منه هتبقى رشيل. اوعي تتدخلي في شغلي. طب اديني بقول لك اهو يا يعقوب، لو مسيت شعرة واحدة من موسى هتبقى بداية حرب بيني وبينك، حرب مستحيل هتكسبها، فهمني؟ استاذ خالد، ممكن دقيقة واحدة؟ خير يا معلم. اتفضل معايا في المحل، في كلمتين كده عاوز اخد ودي معاك فيهم. لا معلش يا معلم مش هينفع، اصل عندي مشروع ولازم اخلصه النهارده. اتفضل قول. انا سامع. ماله براحتك، انا بقى وصلني موضوع كده بينك وبين الجدع اللي اسمه عنتر. عارف عنتر؟ قال لي. عنتر قال لك؟ قال لك ايه؟ اهو قال لي وخلاص. على العموم انا ما خلصنيش اعمل في كده، قمت مشتري منه وسط الامانه وفي جيبي. والله مش مصدق اهو. هو الوصل فعلا. عد يا معلم. ايه دول؟ المبلغ المكتوب في الوصل وعلى داير مليم. اظن بقى معلم دلوقتي الوصل ما عدلوش اي لازمة ولا ايه؟ ها؟ بعنا الشبكة. بعتوها منكم لنفسكم كده؟ الله، مش الشبكة دي هدية العروسة؟ تبقى بتاعتي وانا بعتها. وهتعملي ايه بفلوسها يا خيبة املي؟ اديتها لخالد. نعم؟ ضحك عليك ابن اللواء؟ كلب عقلك حلاوة وخد فلوس الشبكة؟ طيب يا ألفت، ان ما كنت اروح لامه من الصبح وقولها اللي عمله محروس ابنها مبقاش انا. اياك يا ماما، ده امري يخصني انا وخالد ومحدش ليه دعوة يتدخل فيه. بيت. دي فاكره نفسك كبرتي عليا ولا ايه؟ طبعا كبرت وانا حره في شبكتي وفي حياتي كلها. كده يا ألفت؟ طيب يا ألفت، بتعملي فيا كده عشان ابوك اللي رايق التعبان ده؟ ان ما كنت اكلم اخوك يجي يشوف حل في عبطك ده ما بقاش انا امك يا ألفت. ايه في ايه؟ عمرو طلبه سلم نفسك. انا كنت انا كنت الحمد لله الحمد لله. ما تنظف بسرعة شوية وزود الإضاءة هناك. في إيه يا جماعة؟ فاضل ساعات الشغل يبدأ. حاجة تقرف. حبيبي كنت خايفة ما تجيش. ما أقدرش أتأخر عنك يا روشيل. ما أنا عارفة. تعالى خد الشنطة دي وحطها في اوضتي الخاصة. رشيل انا ما تتكلمش على الاقل لغاية ما تشوف المفاجأة اللي انا محضرها لك. مفاجأة ايه؟ مفاجأة هتعجبك قوي. ايه رأيك بقى؟ بدلة؟ احلى بدلة في تل ابيب عشان حبيبي يبقى احلى واحد في حفلة الافتتاح. رشيل انا جيت علشان خاطر ما تزعليش، بس انا لازم اقعد اتكلم معاكي. مش النهاردة، هنتكلم في كل اللي انت عايزه بس مش النهاردة.
خلي النهارده ليا انا بس. انت عمال تبص لي كده ليه؟ مش مصدق انت مشيتي كده في الشارع؟ فيها ايه يعني؟ انا لابسه فستان عادي. الفستان عادي؟ انت اللي مش عاديه. مش للدرجه هدي. لا معلش للدرجه دي، لو عايزه نسال حد نسال. تعالي. لا عم احمد. نقى ايه عم احمد؟ نعم يا ابني. بذمتك بقى النهارده ايه؟ انا لسه بقى زي القمر، ربنا يا ابني يخليكم لبعض. شفتي؟ شكرا يا عم احمد، شفتي؟ انا قلت لك. ايه؟ بحبك. لا قلت النهارده ليا وبس. شايل مظبوط يا استاذ عادل. شكرا عم بدر. معقول يا عادل؟ بقى بعد ما رميت لك الدبله في وشك تروح لهم البيت وكمان تتحايل عليا ترجع لك؟ انا ما كنتش بتحايل عليا يا عصام، انا كنت بحاول اقنع بابا ان احنا نكتب الكتاب لغايه ما ربنا يسهل والنقل يمشي. وقال لك ايه البيه ابو سنيه؟ ما رضيش يسمعني. طب وسنيه؟ سنيه ما شفتهاش ولسه زعلان. انت يا ابني اللي جرى لك بقيت واحد تاني غير اللي اعرفه. بحبها يا عصام. يغور الحب اللي بالشكل ده يا اخي. يا عادل انا خايف عليك، الحب اللي زي ده يهد ما يبنيش. لو كانت شرياك كانت وقفت جنبك وساعدتك بكل قوتها وعملت اي حاجه في الدنيا علشانك، لكن انا بقى شايف انها بعاك وانا مش هين عليا اشوفك بتشتري بالخساره. بيعها وحط على قلبك حجر يا اخي، بيعها وانت الكسبان. مش مساله مكسب وخساره يا فندم، ده اقل واجب ممكن تعمله مصر عشانكم. احنا بناخد اجراءاتنا في الموضوع ده، وكنت ناوي ابلغ سعادتك اول ما يصدر القرار على طول. يعني ممكن الفلوس ترجع لنا؟ مش الفلوس يا فندم، الوكاله هي اللي هترجع لكم. معقوله؟ عقد البيع لقيناه ضمن اوراق موريس، وحسب نص العقد انتوا دفعتوا نص المبلغ. احنا ممكن ندفع نص التاني؟ وده اللي هيحصل، وبعد شهر ان شاء الله هتستلموا الوكاله رسميا. ربنا يطمنك يا ابني. طيب استاذن انا علشان ما اضيعش وقتك. مع السلامه يا فندم. أتعشم إني ما كنش جيت في وقت غير مناسب خالص. شقتك بقت متوضبة وجميلة قوي يا عايدي. مرسي. مش هتروحي حفلة الافتتاح؟ افتتاح إيه؟ معقول ما تعرفيش؟ برولا خدته بنت جديدة، بيقولوا عليها سيدة أعمال كبيرة قوي. ولا كبيرة ولا حاجة، دي بس حلوة وعندها دايرة علاقات كبيرة. ده أنت جمعتي عنها معلومات بسرعة قوي. شغلتي. طب ما تيجي معايا الحفلة. لا أنا مش موت حفلات خالص، بس انا مستغربه ان ناس كتيره رايحه حفله الافتتاح دي. وليه لا؟ لان صاحبه البار شرقيه نصف فرديم. طب كويس، دي فرصه عشان اثبت لك عكس اللي في مخك. اللي في مخي انا ولا اللي في مخكم انتوا؟ كل اللي رايحين الحفله النهارده بيجروا ورا الفلوس والعلاقات والاتصالات الكبيره، وعشان الاهداف دي بس ممكن ينسوا اي حاجه، حتى الحاجات اللي بيرفضوها وبيتعالوا عليها في الظروف العاديه. انت نفسك رايحه الحفله دي علشان رئيس الكنيسة موجود هناك، تقدري تنكري ده؟ هايدي ارحميني، مش معقول كده. ده انا زي امك يا هايدي. ماشي صناطه، انا حاكي معاكي. مش ده اكتشافي انا، فهمته وعرفته في مصر، واول ما جه اسرائيل صممت ان هو يشتغل معايا. انا اللي صممت. طبعا يا حبيبتي طبعا، ما احنا واحد. هشتغل معاكي ليه؟ تحبي تشرحي له انت ولا بشرح له انا بعدين؟ بعدين. وانت شهادتك ايه يا مشاري؟ شهادة تجارة متوسطة، مش عارف في حاجة زيها هنا ولا لا. يعني ايه الشغل اللي ممكن يناسبك بالظبط؟ حضرتك عندك وظيفة ليه؟ يمكن. الشغل صعب قوي في اسرائيل في الفترة دي، خصوصا السنتين اللي فاتوا. عدد البطالة كترت والمهاجرين زادوا، باستثناء المزارع الجماعية، ما تشتغلش فيها ليه يا مشاري؟ لا، موسى هيشتغل معايا وهنا. وهشتغل هنا ايه بقى؟ اشتغل أي حاجة تعجبك. عجيبة، في وسط البطلة دي كلها عندك عرض مفتوح. ظاهر انك حالة خاصة قوي يا مشير. وشكله مش هيبقى عرض واحد، شكلها هتبقى عروض كتير. بقول ايه؟ ما تيجي ترقص معايا. ما بعرفش ارقص. اعلمك، تعالى. ما قالك ما بيعرفش يرقص. وانا قلت هعلمه. في الحالة دي ابقى انا قوي. ايوه، انت عارفه بيفكرني بايه؟ ايه؟ بشباب هاير. انت جايب لي صور؟ فين اصل الوثائق دي؟
راجلنا قلب الدنيا هناك يا جنرال، ملقاش غير الصور. انتوا فاشلين. اكيد الجريده مش هتنشر حاجه خلال الاسبوع ده، لان هي مش هتصدر من الاساس. لكن الوثائق لسه عندها. هنتصرف يا جنرال، هنتصرف. المشكله مش في النشر، المشكله الوثائق دي وصلت لايد هايدي ازاي. اكيد ايزاك. احنا اتخلصنا منه. ايوه بس هو كان عاوز يامن نفسه، سرق الوثائق عشان تبقى سيف على رقبتنا لو حاولنا نأذيه. مش عارفة في ايه ده اللي الكل محتمي بيه كده. مجرد مهاجر شرقي. بس عنده كاريزما من نوع خاص. على ايه؟ اقولك تعالى تعالى نرقص. مش هينفع يا رشيد، هنا مش هحس اني بشتغل. طب بس جميل. ولو مرتحتش؟ لو مرتحتش اقعد اطمن بنفسي هدور لك على شغلانه تانية. ايه قلت ايه؟ هفكر بس خلينا ننزل نقعد شويه. لا طبعا، النظام في سينا من الان لازم يتغير. احنا درسنا كده في لجنه الامن الاسبوع اللي فات. دي مش صفقه كبيره ولا حاجه، شويه دبابات ومدافع للنزاهه. مهما تسمع او تشوف ما تحاولش تبلغنا او تتصل بينا باي وسيله من الوسائل. نفترض عرفت معلومات خطيره جدا. مهما كان يا موسى، مهما كان، المرحله الاولى في اسرائيل الهدف الاول منها انك تمد جذورك جوه المجتمع الاسرائيلي وتحوس ثقه كل اللي فيه. على فكره ممكن تتعرض لنوع من انواع الخداع او كمين عشان تعرف انتمائك الحقيقي. 10 كمين من النوع ده ان تتعرض قدامك معلومات تبدو خطيره جدا فتسمعها فتبلغنا بيها فتتكشف. عشان كده الفترة الأولى احنا بنسميها فترة نوم، يعني بتتعامل فيها زيك زي أي مهاجر جديد، تنسى تماما إن أنت بتعمل لحسابك. بتبقى عملية صعبة جدا. عشان كده يا موسى لازم تفهم الهدف منها وتستوعبه وتقتنع بيه، ساعتها مش هتبقى صعبة أبدا. اتفقنا يا رشيد؟ يا حبيبي يا موسى أنا عايزة أروح. ليه يا هايدي؟ دي الحفلة لسه في أولها. برضو عايزة أروح. زي ما أنتِ عاوزة حبيبتي، يلا بينا. أنا مبسوطة أوي يا موسى إننا هنفطر مع بعض. على طول. أدون جاكوب. التحريات الخاصة أكدت إن كل شيء زي ما توقعت بالظبط. عرفتوا عنه كل حاجة. بالتأكيد أدون جاكوب. كده يبقى مصيره اتحدد. الله الله الله. معقولة يا فؤاد؟ احنا لما سمحنا ليعقوب يخرج بره كانت فكرة ممتازة. ايوه بس خد بالك يعقوب ده بالسهل. انا عارف، انا وصلتني معلومات انه بيحوم حوالين عمرو بس الهدف مش واضح لحد دلوقتي. لا ما هو لازم الهدف يكون واضح، والمصدر بتاعنا هناك لازم يبذل اقصى جهده عشان يعرف السبب في استهدافه. كدب يا مهد، كدب. عمرو مستحيل يعمل كده. الواد وليد ده كدب طول عمره، ده ابن عمي وانا عارفه كويس. وبعدين لو نفترض حتى ان عمرو عمل كده، ولو ان انا شايفه ان ده مستحيل زي ما عصام بيقول، تفتكري يعني هيعمل كده من ورانا من غير ما يقول لحد خالص؟ لا يمكن طبعا. امال وليد يعمل كده ليه؟ عشان يقلقك ويربكك ويطير النوم من عينيكي ويحاول يشيل حب عمرو من جواكي. بعد الشر. ايوه كده، لازم تتاكدي ان عمرو بيحبك وبيموت فيكي ومش ممكن يبص لواحده ثانيه حتى لو كانت ملكه جمال. انا عارفه. شفتي يا ابني الحب الحقيقي؟ مش الست ثانيه بتاعتك دي. مالها سنايا؟ مفيش، رميت لي الدبله ويا اما اقعد في اسكندريه يا اما مفيش جواز خالص. وانت ما حاولتش تعقلها؟ انا سمعت كلام عصام. سنايا لو بتحبني فعلا ما كانتش ربطت جوازنا بشرط زي ده، ولا اي شرط. الحب ملوش تمن غير الحب. حب وبس. عندك حق. بس وليد مش عايز يبطل يضايقني وانا مش عارفه اعمل ايه. وليد ده بقى خليه عليا. ما قال ايه تاني بس يا هايدي؟ الجريده كده هتتحجب كلها عن الظهور بعد اللي حصل الاسبوع اللي فات. انت عارفه خسائر المطبعه قربت من المليون شيكل، ودي خساره كبيره جدا. خلاص نطبع في مطبعه تانية، المهم ما نوقفش. انت فاكراها حاجه سهله كده؟ اصدار جريده محتاج مبالغ كبيره جدا، وطبعا شركه التامين عمرها ما هتصرف التعويضات قبل التحقيقات ما تنتهي. ومين عارف بقى التحقيقات دي ممكن تنتهي امتى. طب ما ناخد قرض من البنك او لا؟ قرض من البنك لا هايدي. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع اني فهمت الرساله واستوعبت الدرس كويس جدا. درس؟ ايوه، الدرس اللي ادهولنا لما حاولنا ننشر مستندات مهمه زي دي. قصدك ان حريق المطبعه كان رساله من الجنرال. النهارده المطبعه، بكره محدش عارف مين، يمكن انا شخصيا. صور الوثائق فين؟ اختفت، وده ياكد اللي قلتهولك. هايدي،
الحكمة بتقول إن إحنا لازم نتوقف قبل فوات الأوان. خلاص توقفوا انتوا، أنا ليا طريق تاني. أهلا 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 يا مشي، اتفضل يا حبيبي اتفضل. جرايح، هو أنا لازم أستدعيك رسمي يعني علشان تيجي تزورني؟ يا ترى الاستدعاء بقى سببه إيه المرة دي؟ أنت مستعجل ولا إيه يا حبيبي؟ اصبر شوية وأنت هتعرف كل حاجة. هزور بقى لحد إمتى؟ شوف يا مشي يا حبيبي، أنا بعمل عنك تحريات رسمية، بجمع عنك معلومات من ساعة لما وصلت هنا إسرائيل. ليه؟ القانون هنا كده، ومعرفتي القديمة الشخصية بيك ملهاش أي معنى ولا مسمى، لازم نبدأ من أول وجديد. علشان كده يا حبيبي احنا فتشنا الشنط اللي انت جيت بيها إسرائيل، فحصناها سنتي سنتي وبمنتهى الدقة. امتى ده؟ بكرة هتتعلم كل حاجة هنا، هنعلمك كل حاجة يا مشي. هنا فين؟ ما هي دي المفاجأة اللي أنا كنت شايلها لك. إيه رأيك يا مشي؟ وليه لأ؟ دي وظيفة أي حد في إسرائيل يتمناها. شرطة إيه يا رشيل؟ أنا عارف نفسي ما ينفعش في الشغلانة دي. أنت تنفع في أي حاجة، بس لو حطيت دماغك فيها. هيالك بس عشان انت بتحبيني. ياه، طب ما انت واخد بالك اهو، ما ترحمني بقى. ما انا قلتلك يا ريتش. لا وحياتك ما تقوليش حكاية الاخوات دي تاني. وبعدين ايه ريتش دي؟ انا بحب اسمع رشيل منك انت بالذات. طب يا رشيل، احنا مش اتفقنا ان احنا نسيب الموضوع ده لوقته؟ وهو وقته ده مش هيجي ابدا؟ مين عارف؟ يعني ما فقدش الامل؟ قولي لي يا رشيل، ازاي قدرتي تعملي كل ده في الوقت القليل ده؟ بالفلوس اللي جبناها من مصر. اخ، فلوس ايه؟ فلوس كنا محوشينها انا ويعقوب، جينا عملنا بيها مشروع صغير كبر بسرعه، باتصالاته واتصالاتي لحد ما قدرت اشتري البارده. يعني انتوا شركاء هنا؟ البار باسمي انا لوحدي، يعقوب ما يقدرش يبقى شريك في اي مشروع مالي لان وظيفته بتمنعه من ده. يعني الاستثمار الصغير لما بدأ باسمك انت؟ بالظبط، وممكن بعد كده يبقى باسمنا احنا الاتنين.